وبعدين يا ناظم مفيش عربية عايزة توقف. آه أنا مش حاسس بكتفي. ما تستعجل شوية يا نجم بقى، خلينا نكسب. أمال فين أسطورة اللعب؟ وأنا مغاظ والباقيين اتغاظوا، وأي كلام في الهوا بقى. أسطورة غصب عنك. أنت كان لازم تعملي حساب يوم زي ده وتخفي مكرونة شوية. كتير قوي كمية المكرونة ده على جسمك ده. اللي جاي ده يا مغاظ، إحنا ممكن نركب العربية المكشوفة اللي جاية من هناك دي. هيبقى شكلنا فيها تحفة. جاي تايتانيك كده. يلا يلا. وحياة أغلى ما عندك وصلنا في طريقك. لا إحنا ولاد ناس على فكرة، بس وقعت مننا تذكرة القطر وإحنا رايحين بنها. وحياة أغلى ما عندك وصلنا في طريقك. لا مازو سيبك من الطريقة دي، مش هتنفع. قسما بالله هاختك سوبر سوفليكس من بتوع أندرتيكر، أنزلك على ظهرك وتخسر نفسك. طب رايح أنت على الدكة شوية بقى اتفرج على اللعيبة اللي بجد. بسم الله ما شاء الله، بنت حضرتك دي؟ اه بنتي كارمو قمر، مش كده؟ اه طبعا. وهتطلع قمر لمين؟ اكيد لحضرتك. ده قمر ده يا كدابه، ده انت هتخش النار على فراري. انت شكلك مش وش بهدله، انت هتركبي معايا لكن هو لا. والله يا ريت، بس ما ينفعش. ليه؟ اصل انا عندي مشكله، انا مش بعرف امشي على رجلي كويس، ولازم حد يبقى شايلني على طول. انا هشيل. امال هتسوق ازاي؟ اه صح، هسوق ازاي؟ انا اصحف على الارض شويه وامري لله بقى. اتفضل انت حضرتك بقى وربنا يتولاني. لا يمكن يحصل. ايه مفيش رجاله ولا ايه؟ طب ايه رايك بقى، انت هتركبي معايا وهو هيركب معايا. ياه انت حققت لي حلم من حلمين انا كان نفسي فيهم. ايه؟ اول حلم اني اركب عربيه مفتوحه كده وانا متشاله. وتاني حلم؟ نفس الحلم بس وانا راكبه على كرسي السواق. طب تصدقي بقى، انت وهو هتركبوا على كرسي سواق. انت مش طفله، انت نصابه دوليه دوليه. ده انت ما تجيش حاجه جنب الواد بتاع التندر. مستشفى الجيزة؟ اه ميكروباص ده المفروض يقف. يا عم ده انت ميكروباص. طب عادي عادي ادفع تاكسي بالراحة. عمرو يالا بتشتم ليه طيب؟ انا زهقت زهقت زهقت. استغفر الله العظيم يا رب. لا استغفر الله العظيم ايه؟ ما تصيعش. ما تصيعش في ايه يا حضرتك؟ انا بقول استغفر الله العظيم يا رب. بعد اذنك معلش، ممكن استخبى ورا العمود اللي هناك ده وتوقف لي ميكروباص؟ لان مفيش حد راضي يركبني عشان الديل تقريبا. يعني انت محدش راضي يركبك عشان الديل تقوم تركبني انا ذنوب؟ لا يا عم انا لا يمكن اساعدك. اركبك ذنوب في ايه يا استاذ؟ انا مش فاهم، انا بني ادم زي زيك، انا ماسك ورد لابس نظاره وماسك شوكه، ولا يمكن عشان الشوكه؟ لا لا برضو مش تغويني. لا اغويك في ايه؟ بقول لك وقف لي ميكروباص، ايه الحرام اللي في كده؟ بقول لك ايه، تعقد صفقه مع الشيطان. ازاي؟ توقف لي الميكروباص وتفضل طول عمرك مستريح مني، ما وسوسلكش تاني طول عمرك. صفقة العمر وعد؟ وعد. طب احلف. والله العظيم. ماشي. استنى دولاب، استنى. السلام عليكم. اطلع اطلع بسرعة. اي حد معاه اي حاجه معدن يطلعها. عدي عدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اوعى يكون انا جيت في وقت غير مناسب. لا لا اتفضل. ينفع اخش؟ اه اتفضل طبعا. متشكر قوي يا ربنا يخليك. استنى ايه في ايه حضرتك؟ معاك حاجه معدن؟ لا امسك كده. ايوه. ايه ده؟ ايه ده؟ الولاعه عين على ابو التدخين وسنينه، بس انا ما بدخنش على فكره. امال جايبها في جيبك ليه؟ عشان انور بيها لما النور يقطع. اه خد دي. ايه ده؟ هات دي وانا اخد دي. كله تمام؟ اه كده تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. الديل ده مش ممكن، ده واقعي قوي، رشقه غير طبيعيه.
يا كوتشي بوتشي بوتشي بوتشي. حط ايدك على بقك يا حبيبتي وانت بتتوب. عارفه لو ما حطيتش ايدك على بقك الشيطان هيعمل ايه؟ هيعمل بيبي. عملتها عملتها قبل ما انزل يا مدام. وبعدين هو انا لو الشيطان هديكي اجرتي تديها للسواق؟ مش ممكن يعني. بقول لك ايه يا حبيبتي، بما ان ماما طلعت بالغباء ده يبقى تعالي ذاكري معايا، ما الشيطان شاطر ولا ايه يا مدام؟ بصي قدامك بصالي ايه، ركزي في الطريق. بقول لك ايه؟ ايه؟ شايفه اللي انا شايفه؟ شايفه بنت مين تلتني؟ لا ايه؟ نازل لعب في دماغي ابن الذين مش سايبها. اللي بتقوله ده يا ميزو. بقول لك ايه؟ تظلها هي كمان، اشمعنى انا يعني؟ تظلها وزها شويه. على فكره هي كمان شايفاني. وبعدين اوزها؟ انت فاكر ان الشيطان بيوزك؟ طب خد بالك بقى لان الشيطان ممكن كمان يعمل ايه، ها؟ انت فاهم؟ ابعد عنها واقعد ورا. اتفضل ابعد عنها واقعد ورا. ها الشيطان ممكن ايه، خد بالك. يا حبيبتي بهزر معاكي والله يا فندم، بهزر معاها. راخي لابس دبدوب ده اسكت خالص، مش عايز اسمع صوتك نهائي. انا اسف يا اسطى، انا بهزر معاهم على فكره والله، انا بهزر معاكم انتوا الاثنين على فكره والله. ارجع تاني يا حبيبي عادي. رحله سعيده. صباح الخير يا عم. صباح الفل. اؤمر سعادتك. والنبي يا اخويا معايا سكح عاوزين نسويه. من عينيا، سيبه لي هنا ساعه وتعالى خده. لا سيبه ده ايه، ما ينفعش، لازم افضل ماسكه بايديا. انا هدخل الصاج وايديا بس هي اللي هتدخل معاه. ما ينفعش يا سيدي ايدك تخش جوه الفرن. خلاص يا سيدي ما تزعليش، اسمع. افتح باب الفرن وانا هقف قدام الفرن، ده حتى الكحك يطلع لذيذ ومقرمش. هناكل منه وندعي لك. انت عايز تولع في الدنيا؟ لا ده انت مجنون رسمي. اتفضل يا سيدي، اتفضل اتكل على الله. خلاص يا سيدي ما تزعليش كده، ارض الله واسعه والارزاق بالله، والبلد مليانه فران. هي جت على الفرن بتاعك؟ قال اسيب الصاج. قال الراجل عايز يحط ايده في الفرن، ده مجنون رسمي. ايه ده؟ بتعمل ايه عندك هنا يا عصفوره؟ سايب المهمه بتاعتك وجاي تحضر فرح؟ ايه ده؟ طنط شيماء انت مظلومه في الفرح ده ولا ايه؟ ده انا المهمه بتاعتي هنا. طنط في عينك، انا مش قلت لمروه تقول لك ما تقوليش طنط دي؟ بعدين يا نهار اسود، استنى استنى كده، احسن نكون احنا الاثنين واخدين نفس الحاجه، ما لقوش غيرك انت هيبلوني بيه. ثانيه واحده، ثانيه واحده، وريني كده. لا لا لا، انا نفس العنوان. ما حضرتك كنت تقولي بدل الاوبر اللي انا دفعته على الفاضي ده. خلاص اسكت اسكت، ادير اتدبست فيك وخلاص. هما بيتجوزوا بعض تاني ولا ايه؟ لا طبعا بيتجوزوش بعض ولا حاجة. شكل الراجل ده بيتجوز واحدة جديدة على جوازته القديمة، فعمه اللعبة عايزنا نفضحه. ملناش دعوة بقى، احنا هنعمل المهمة وملناش فيه. انا عايز اقولك ان انا شفت المقطع ده في فيلم قبل كده، احنا اكشن مع دخولنا المأذون بيقول اللي عنده حاجة فليتكلم او ليسكت للأبد. ساعتها احنا نتكلم بقى وننزل بالقسيمة ونخرب الدنيا ونبوظها. لعبة يا بنت اللعيبة. لعيبة ايه وزفت ايه؟ الكلام ده بيحصلش هنا في مصر، الكلام ده في بلاد الفرنجة. احنا هنا في مصر بنتجوز لطخ كده، وبعد ما بنتجوز بنسكت كلنا للأبد. اسكت اسكت، انا مش عايزة اي غباء النهاردة عشان نثبت لمازو ان احنا اذكياء. لسه اقولك نفس الكلام. بقولك ركزي معايا، احنا لازم نقسم المهمه كويس. انا هدخل اديله القسيمه عشان لو اتنرفز اديله انت تذاكر الطيران فيهدى. يا سلام، وليه ما تدخلش عليه انا الاول بتذاكر الطيران فيهدى وبعد كده انت تخش عليه بالقسيمه؟ ولو اتنرفز عادي، هكون انا خلصت مهمتي وانت بقى الجسم. ميك سنس فعلا. بقولك ايه، احنا نسمع كلام مستر موزو لاول مره، احنا بلاش نفكر. صح صح يا عصفوره، معاك حق، عشان احنا لما بنفكر بنبقى اغبياء اكتر ما احنا اغبياء. فعلا. يلا بينا يلا بينا. ايه ده؟ ايه ده؟ غريب، عم بوابين مصر شايل كده لحاله من غير ما حد يساعده، ما يصحش كده يا راجل. اسمع مني يا رابي، ده زمن اخبر، وبعدين ما انت عارفني انا طول عمري متواضع. طب على الطلاق لان تواضع الشيله دي وانا اللي شايلها. ما ينفعش حد يشيلها غيري يا رابي. انا اللي هشيلها قلت. اسمع اللي بقول لك، انا ما حدش ينفع يشيلها غيري. طب هتقعد فوقيها وهشيلكم انتوا التنين. اسمع مني، لو عايز تعمل معايا الواجب الصح انا حاسس ان البنطلون هيقع مني. ارفع لك البنطلون. ترفع البنطلون لمين انت يا جسم؟ انت فاكر ان انت فيليكس ياد ولا ايه؟ ارفع لك القبعه. لا انا عايزك تشيلها عني لحظه واحده بس، ارفع البنطلون. عينيا التنين. لحظه.
يا عرابي ماسك؟ ايوه تمام يا شيف. ادي عرابك. والله المفروض يا مظوبيه تبقى فخور ورفع راسك بيا اكتر من جديه المره دي. ايه ده؟ مش معقول. هو انت شبهي ليه قوي كده؟ انا حاسس ان انا باصص في مرايه وانا صغير. هو انت ابني ولا ايه؟ بس ساعدونا الدين حسين بنتي لما تكبر مش هجوزها لك. هو حماد عايز ايه؟ بغض النظر انت تعرف حد جوه اسمه عمر الفضل؟ اكيد هنا يعني مضاعف ميلاده. ممكن تخش تجيب عمر تقول له في ناس عايزاك بره؟ حاضر. وحش الزقالت. الولد شبهي قوي. ايه ده؟ هو ده عمر؟ انت عمر؟ الامر لله يا شبح. اتفضل يا حبيبي. ايه ده؟ انت مين؟ وعايز ايه؟ يا احمد الحقنا يا احمد الحقنا. ايوه يا ماما انا اللي طالبه. مين ده؟ وطالب ايه؟ وطالبه امتى؟ في ايه؟ في حد بيتعرض لك؟ لا يا سيدي الناس. إيه ده؟ هو ما فيش. في ايه؟ مسدس؟ انا تحت امرك، اعمل اللي انت عايزه، بس اهدى شويه، اهدى لو سمحت. ده انا اللي تحت امرك. ما تمسك يا استاذ عمر المسدس وتخلصني، ابوك وامك مجانين. لو سمحت بقى ممكن تمشي؟ هو خلاص مش عايزه، ولا انت عايز تموتنا بقى ولا ايه؟ حضرتك ده مسدس ميه مش حقيقي. مسدس ميه ايه؟ انا طالب مسدس حقيقي. الولد الصغير وخياله واسع. طب اثبت لك. بص اهو ميه، اهو ميه. ايه ده؟ ده بايظ ده ولا ايه؟ يمكن زرار الامان مقفول. زرار الامان مقفول؟ ما شاء الله، ده الولد ذكي جدا مش طالع لكم خالص. استنى تصدق صح؟ اهو ابا. ايه ده؟ ايه ده؟ يا لهوي ايه ده؟ يا امه يا امه يا امه.